بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ختاماً للأسبوع الثقافي الذي عقد بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، عنوان هذا اللقاء آداب السفر. معنا قارئاً خلال هذا اللقاء الطيب فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي، ومبتهلاً فضيلة الشيخ عبد الرحمن الأصواني، ومتحدثاً فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين. يحضر معنا هذا اللقاء من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني، وفضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. هذه اللقاءات الدعوية التثقيفية تأتي تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويحمل كل أسبوع من هذه الأسابيع عنوان، وعنوان هذا الأسبوع هو الآداب، ومن ضمن هذه الآداب آداب السفر. إن الآداب الإسلامية هي خلاصة الأداب الإنسانية في تطوراتها المختلفة، فما من أدب حسن أو خلق كريم أو فضيلة معروفة أو سلوك محمود ارتسم على صفحة الحياة الإنسانية مظهراً لأدب فرد أو جماعة أو أمة أو خلد في سجل البشرية إلا قطرة في محيط الآداب الإسلامية الواسعة الذي هو حياة القلوب وطهر النفوس. فالآداب الإسلامية ليس لها مثيل على وجه الأرض، وذلك راجع إلى أن الآداب الإسلامية تلائم الطبيعة البشرية وتوجه قواها إلى ما فيه النفع العام للفرد وللمجتمع وللأمة بصفة عامة. ومرد عظمة هذه الآداب أيضاً راجع إلى سمو وعظمة وأدب المشرع لهذه الآداب صلى الله عليه وسلم القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الحضور الكرام، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضَ اللهم عن صاحب هذا المقام وعن آل بيت رسول الله الكرام. اللهم ارضَ عنهم، اللهم ارضَ عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم آمين. ثم أما بعد، تحية كريمة لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله عز وجل على هذا التجديد الدعوي
والخطابي والثقافي، وهذه الطفرة العلمية والطفرة الدعوية بهذه الأسابيع الثقافية وهذه الطفرة في مساجد الله عز وجل، ولا سيما مساجد آل البيت، بتوجيه من القيادة الحكيمة الرشيدة، تجديد مبنى ومعنى. تحية كريمة، وجزاه الله خيرا وثبته الله ونفع الله به البلاد والعباد، اللهم آمين. تحية كريمة لإدارة أوقاف القاهرة، تحية كريمة لكل القائمين على مسجد سيدنا الحسين، أستاذ الدكتور أحمد مكي، أستاذ الدكتور مصطفى عبد السلام، وتحية كريمة لأخي المذيع العظيم أستاذ الدكتور محمد جمعة. تحية كريمة لكم جميعا. ديننا دين الأدب، دين الرقي، دين الذوق، دين القيم، دين الحضارة، ومن هذا كله إنه علمنا الآداب، كل الآداب، أدب الكلام، أدب الحوار، أدب الاختلاف، أدب الاستئذان، أدب السلام، أدب دخول البيت، الخروج منه، دخول المسجد، الخروج، دخول الحمام، الخروج، أدب حتى لما تيجي تسافر. نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان من آداب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه في السفر أنه كان يحب السفر يوم الخميس، وكان في السفر يحب البكور، يعني اطلع بدري، وكان يحب السفر ليلا لأن الأرض تطوى ليلا، وكان ما يحبش يسافر لوحده. تسافرش لوحدك، خلي معاك رفقة، حتى احنا دايما نقول ايه، الرفيق قبل الطريق. وكان دايما في سفره صلى الله عليه وسلم يدعو ويذكر ربه، كان اذا استوى على راحلته كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني ايه؟ يعني مستحقين. ربنا سخر لنا السيارات والقطارات والطائرات واحنا ما نستحقش، ده فضل منه، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. منقلبون يعني ايه؟ يعني راجعون، المسير إلى الله والمصير إلى الله. كأنه بيفكرك إن أنت أصلاً في الدنيا على سفر، ونهاية السفر لقاء ربنا، لأنه ده أساس السفر. الإمام الشافعي كان دائماً يمسك عصا، ماسك عصا دائماً، فبيقولوا له يا إمام ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف، يعني انت مش محتاجها. قال لأتذكر دائما أني على سفر. فسفر الدنيا الصغير يفكرك بسفر الآخرة، وسفر الدنيا يقطع بالأقدام، وسفر الآخرة يقطع بالقلوب. فاحنا كلنا مسافرين، ونهاية السفر لقاء رب العالمين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد.
وكان من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العودة أن يدعو قائلا: آيبون تائبون حامدون لربنا ساجدون. ده من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السفر له فوائد كتيرة، وربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى السفر: قل سيروا في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالسفر له فوائد عظيمة ذكرها الإمام الشافعي في بيتين: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. لما نسافر ربنا يفرج همومنا، بنسافر نكتسب لقمة العيش، بنسافر نتعلم الآداب، بنسافر نطلب العلم، بنسافر نتعرف على الأخيار والعلماء والنبلاء. وإحنا مسافرين ربنا بيستجيب دعائنا. الحديث في الصحيح: ثلاث دعوات مستجابات، لا شك في ذلك: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر، بشروط الدعاء المعروفة. فالسفر له فوائد عظيمة وله آداب كثيرة. نقسم الأداب باختصار لثلاث أقسام: آداب السفر قبل السفر، اثنين آداب السفر أثناء السفر، ثلاثة آداب السفر بعد العودة من السفر. أوجز وأترك المجال لشيخنا وحبيبي شيخ مصطفى. قبل السفر لازم تبقى مخلص لله، كل حركتك، كل أنفاسك، كل سكناتك، كل يقظاتك، كل حلك، كل ترحالك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. يبقى رقم واحد الإخلاص، رقم اثنين التوبة لله رب العالمين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رقم ثلاثة الاستخارة قبل ما تسافر، استخير ربنا جل وعلا، وصلاة الاستخارة معروفة. وممكن أدعو بدعاء الاستخارة حتى من غير صلاة، يعني أنا عايز استخير مستعجل ومش ما عنديش وقت ولا فاضي إن أنا أتوضى وأصلي وراكب عربية وعايز استخير، يجوز دعاء الاستخارة من غير صلاة لأنه أصله دعاء، فأنت بتدعي ربنا جل وعلا. كمان من الآداب قبل السفر الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم. أنت مسافر تشتغل، أنت مسافر تطلب علم، أنت مسافر لزيارة، أنت مسافر لأي أمر، استشير أهل التخصص، دي مهمة جدا. طب وما أجمل وأنت مسافر تختار الرفيق معاك، ما تسافرش لوحدك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يبيت وحده وأن يسافر وحده، نهى عن ذلك إلا إذا كان في ضرورة. كمان قبل السفر محتاج النفقة الحلال، الفلوس اللي معاك حلال، تسافرش أبدا بمال حرام أيا كان الأمر. كمان من الآداب قبل السفر الوداع، تودع أهلك. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه. الحديث عن عبد الله بن عمر أن رجلا أراد السفر فقال له سيدنا عبد الله بن عمر: تعال أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعني. كان يقول: أستودع الله دينك وأمانتك
وخواتيم عملك. لما يجي حد يقول لك انا مسافر قل له كده، قل له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. طيب واحد تاني جاي بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني اردت السفر فزودني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زودك الله التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال له: وغفر الله ذنبك. قال: يا رسول الله زدني بأبي أنت وأمي. كلام عجبه قوي، اللي بيقول ده مين اللي بيتكلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: زودك الله التقوى، زدني وغفر ذنبك، زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر الله لك الخير حيثما كنت. ثلاث كلمات: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر الله لك الخير حيثما كنت. أثناء السفر مهم جدا انك تحاول تطبيق سنة سيدنا النبي. سافر ليلا ومش لوحدك، وما اجمل ان يكون يوم الخميس، وما اجمل انك تبكر بهذا، وما اجمل بقى اثناء السفر انك لا تمل من ذكر الله عز وجل. اقول لك على سنة مهجورة رائعة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما صعد كبر، وإذا نزل سبح. سنة عن سيدنا النبي. يعني انت راكب عربية، العربية طلع كوبري، كبر. طب نزلة سبح، طلع مطلع الله أكبر، نزلة منزل سبح، راكب أسانسير كبر، نازل سبح، طالع درج، طالع سلم كبر. سنة عن سيدنا النبي. طب ليه؟ قال لك: أصل الصعود فيه علو، وقد ترى النفس نفسها، فأنت بتذكرها أن ربنا إيه؟ أكبر منك. والنزول فيه ضيق، وأكثر حاجة تفرج الضيق التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يلا نطبق السنة دي وانت مسافر، وانت داخل بيتك اي ما تصعد كبر، اي ما تنزل سبح. كمان كان يكثر سيدنا النبي من الدعاء اثناء السفر: ادعو لان دعوتك مستجابة. وكان اثناء السفر من اداب سيدنا النبي انه يستريح، فكان هو مسافر بالليل يعرس، يه عين ره مشددة سين، التعريس المبيت ليلا، ولو أداب كده، ابعد عن الطريق وابعد عن كذا، استريح. تمسافر سفر طويل ما تجيش على نفسك، اركن في استراحة، اشرب حاجة، خد نفس. كمان الرفق باللي انت راكبها، راكب سيارة ولا سيما اذا كانت سيارتك ماشي بيها، اهدى وخد نفس وخليك رفيق بهذه الدابة، الا اذا كان راكب قطار او طائرة، ده انت على حسب ظروفك. كمان من الهدي سيدنا النبي ومن الآداب أثناء السفر خدمة الأصدقاء، تخدم أصحابك، تطعم الطعام وتلين الكلام. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وما سمي السفر سفر إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ما هو أسفر يعني ظاهر، والحجاب عكسه إيه؟ السفور، ومنه السفر، فالسفر يعني الظهور. هل السفر يجعلك ظاهرا لأنك هتتعلم؟ ممكن. هل السفر يجعلك ظاهرا لأنه الإنسان لما يتغرب يعز كالذهب؟ ممكن. هل السفر يعلي من شأنك؟ وارد. السفر أيضا يسفر ويظهر
أخلاق الرجال. لما كان سيدنا عمر يسأل عارف فلان، يقول له آه عارفه، فيقول له طب عارفه إزاي؟ هل عملته بالدرهم والدينار؟ عملته بالفلوس؟ قال لا. طب هل سافرت معه؟ لا. قال له آه لعلك رأيته قائم يصلي في الجامع؟ قال له آه. قال له ما عرفته. يبقى أنت لما تسافر مع حد هتقدر تعرف إيه؟ أخلاقه. فوانت مسافر خلي بالك، حتى ولو سفر بقى جماعة، خارجين رحلة، مسافرين للعمرة، مسافرين للحج، خد معاك زاد كتير، اخدم اللي حواليك وأطعمهم، دي سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما ترجع من سفرك، أول ما ترجع، أول ما تدخل بيتك تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان سيدنا النبي يبدأ بصلاة ركعتين لله رب العالمين، مهم جدا هذا، وتحمد الله عز وجل على العودة. ومن السنة أول ما تخلص حاجتك عجل بالعودة إلى بلدك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. ربنا يا رب كده يجعل دايما سفرنا سفرا عظيما وسفرا محمودا وسفر طاعة، ويبارك في بلدنا مصر، ويحفظ بلدنا مصر، ويحفظ حدود مصر، ويحفظ قيادة مصر، ويحفظ جيش مصر، ويحفظ شرطة مصر، ويجعلنا أمة واحدة ويد واحدة، ويا رب كده يفرج كرب أهلنا في فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يجعل قتلاهم من الشهداء. أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده. يا رب أمدهم بمدد من عندك، يا رب أنزل عليهم نصرك، أنزل عليهم سترك، اللهم أنزل عليهم سترك، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام، لا يهلكون وأنت رجاؤهم، اللهم أنت أعز وأكبر، اللهم انصرهم، اللهم استرهم، اللهم انصرهم، اللهم استرهم، اللهم املأ قلوبهم سكينة، املأ قلوبهم طمأنينة، املأ أجسامهم صحة وعافية، لم شملهم، وحد صفهم، خذ بأيديهم إلى بر الأمان، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف على هذه الكلمة الطيبة الثرية ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي بعنوان آداب السفر. الحضور الكرام، إن الآداب الإسلامية أساس سلامة النفس والجوارح، فالشخص الذي يتمتع بآداب الإسلام ويلتزم بها إنسان استكمل عناصر التهذيب والرشد. فالآداب الإسلامية سياج يلجأ إليه الفرد ويلجأ إليه المجتمع وتحتمي به الأمة كلها. والآن مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا أبا القاسم، اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني، صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين وعن جميع آل البيت الطيبين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد،
فيا أيها المستمعون عباد الله، الشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أعاد للمساجد عزتها وريادتها ومكانتها دعويا وفكريا، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. إخوة الإيمان والإسلام، يعني كما طوف بنا فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عن آداب السفر وما ترك سابق للاحق شيئا، فاللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير. اسمحوا لي أن يعني أعقد مقارنة بين سفر الدنيا وسفر الآخرة. يعني جميعنا في الدنيا هو على سفر، وتعجبت حينما رأيت أن ديننا الحنيف ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه. سبحان الله، حتى في السفر، حتى إذا أراد أحد أن ينتقل من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، من موطن إلى موطن، أيضا الشرع الحنيف دخل معنا في هذا الأمر وفي هذا المراد. ديننا دخل معنا في هذا الأمر وفي هذا المراد. هدي رسول الله محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم دخل معنا كذلك في مثل هذا الأمر، حتى تصير في كل أمور حياتك أنت في صحبة سيدنا رسول الله وصحبة هديه، فاللهم صل على معلم الناس الخير. هذه شمولية الدين، هذه عالمية الرسالة النبوية المحمدية. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه، فاللهم صل على معلم الناس الخير. سفر الدنيا وسفر الآخرة. في سفر الدنيا إذا أردت سفرا بتجهز العدة، بتجهز الشنطة بتاعتك، فلوسك، مصروفك، الغيارات بتاعتك، بترتب تشوف هتعمل إيه، هتسيب إيه لأولادك وإنت مسافر، هتسافر هتروح فين وهتسكن فين، المكان اللي هتسكن فيه ده 4 نجوم 5 نجوم ولا إيه أخباره، بتبقى مرتب كل حاجة. ده سفر الدنيا. سؤال، سفر الآخرة حضرتك رتبت له كده؟ رتبت انت امتى هتطلع من الدنيا؟ فكرت اليوم اللي هتسافر فيه ربنا؟ فكرت بس مجرد تفكير هيكون اخباره ايه؟ هيكون يوم ايه؟ هيكون الساعة كام؟ هتسافر اليوم ده وانت على انهي حال؟ وانت على انهي وضع؟ ليلا ام نهارا؟ راكع ام ساجد؟ تعمل عمل صالح او غير ذلك؟ فكرت انت هتسافر لربنا ازاي؟ مجرد التفكير. اسمحوا لي يا حضرات بعد ما تصلي على الحبيب، كلنا فكرنا وبنفكر ازاي ناكل صح ونشرب صح ونلبس صح ونمسك موبايل صح ونسكن في مكان صح وندخل مدارسنا مدارس صح، بس سؤال، فكرت ازاي تموت صح؟ لازم تفكر ازاي تسافر لربنا صح، تسافر لربنا وانت معلكش مظالم للعباد، تسافر لربنا وانت عندك ذنوب تبت منها واستغفرت منها وصليت ركعتين توبة، مسافر للكريم وانت مطمئن لأنك راجعت ما بينك وبين الله، فاللهم صل على معلم الناس الخير. وحضرتك مسافر سفر الدنيا، وارد تنسى حاجة، نسيت المحفظة، نسيت الكريدت بتاعتك، نسيت البطاقة، نسيت شنطة هدومك في القطر في الطيارة، وارد تنسى حاجة في سفر الدنيا، بس ملحوقة هتتعوض، هتعرف تصرف نفسك، هتتصل عليهم يبعتوا لك فودافون كاش، هتشوف اي حد في المكان اللي انت فيه يلم لك الدنيا اللي انت افتقدتها لحد امورك ما تتظبط. ده فين؟ في سفر مين؟ في سفر الدنيا. طيب في سفر الاخره بعد ما تسافر لربنا، لو انت نسيت حاجه ينفع تجد لها بديلا وعوضا؟
ينفعش. الفرصة هنا ايه؟ قدامك الفرصة دلوقتي، علشان لو نسيت زادك وزوادك وانت مسافر لربنا سبحانه وتعالى مش هتعرف تعمل حاجة. الدنيا هي الصندوق، اشتغل دلوقتي، حوش دلوقتي، جهز زادك وزوادك دلوقتي، لان الدنيا كده كده خلصانة. والشاعر يقول كده: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، وإنما يكفيك منها أيها الطالب قوت، فقل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. فسفر الدنيا لو افتقدت في حاجة ملحوقة، أما سفر الآخرة لو نسيت في حاجة مش هتعرف ترجعها. علشان كده الكيس من دان نفسه وعمل لما ايه؟ بعد، لما بعد الموت. صليت على الحبيب. طيب عايز اقول لحضرتك، وانت مسافر سفر الدنيا خايف على اولادك، سايبهم، محتاج تسيبهم في ايد امينة. ما انتش عارف مسافر يوم اتنين، شهر اتنين، سنة اتنين. اللهم رد كل غائب يا رب العالمين إلى أهله سالما غانما. وحضرتك مسافر سايب ولادك خايف عليهم وقلقان عليهم، يقينا أنت السند وأنت الظهر، سايبهم وماشي. أقول لك على حاجة حلوة قوي تسيبها لهم، عارف هي إيه؟ بعد ما تصلي على الحبيب تسيب لهم الملك سبحانه وتعالى، سيب لهم ربنا. لذلك من دعاء حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تفضل مولانا في دعاء السفر، ها؟ اللهم أنت الخليفة فين؟ في الأهل والمال والولد. يا رب ولادي وعيلتي وفلوسي دول أمانة عندك. ايه رأيك في الجمال ده؟ انت بتخيل تقول لجارك انا مسافر خلي بالك في العيال، انت بتقول للملك سبحانه وتعالى، ها؟ بتقول له يا رب انت الخليفة في الاهل والمال والولد. في سفر الاخرة انت محتاج تسيب لهم سند برضو، محتاج تسيب لهم سند. سفر الدنيا جارك هيخلي بالهم منه، اخوك هيخلي بالك من هيخلي باله من اولادك، هتسيب لهم ربنا سبحانه وتعالى وكفى. سفر الاخرة انت محتاج تسيب لاولادك حاجة تانية، لان جارك مش هينفعهم، انت محتاج تسيب لهم حاجة تانية. زي ما انت مسافر سفر الدنيا وقلقان عليهم، وكل شوية تتصل وتطمن تشوف مين اللي صحي ومين اللي نام ومين اللي راح المدرسة ومين اللي رجع من الدروس ومين اللي راحت للدكتور ومين اللي خلصت الزيارة الفلانية. انت محتاج وانت في تربتك في سفر الآخرة تكون مطمن على العيال دي. ازاي؟ هقول لك ازاي، بس بعد ما تصلي على الحبيب. وسيدنا النبي قال لنا كده، والقرآن علمنا كده في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيب لهم الإيمان، سيب لهم العمل الصالح، سيب لهم تقوى ربنا سبحانه وتعالى، تبقى نايم في تربتك ومطمن على أولادك لأنك سيب لهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح. فاللهم صل على معلم الناس الخير. حضرات، الناس المسافرة دي يصعبوا علينا والله، الناس اللي على سفر دول يصعبوا علينا. بطلوا تقطعوا فروتهم، بطلوا نقعد نحفل عليهم،
المسافر ده في غربة يا حضرات، المسافر ده مش قاعد مع أولاده ولا قاعد مع زوجته، ولا رجع لقى لقمة نظيفة ياكلها، ولا رجع لقى ابنه يقعد يتكلم معاه ويفضفض معاه. ما انتش ضامن ظروف المسافر ايه. ده السفر غربة، ده السفر وحشة. بلاش نقعد نقطع فروة الناس المسافرة ونقعد نقول بقى ونقسم، ده فلان سافر بره مصر، ده بيقولوا بيقبض باليورو، ده بيقبض مش عارف كم في الشهر. طب نضربهم كده ويطلع الآلة الحاسبة، طب بيقبض مش عارف كام، طب نضربهم يعني بالمصري يطلعوا كام. ده رجع من السفر، ده اشترى بيت، ده اشترى عربية، ده غير مش عارف. ما توحد الله، مالكش دعوة بغيرك، خليك في حالك، بص في ورقتك وما تبصش في ورقة غيرك، بص في ورقتك دايما، مالكش دعوة بورقة حد. انت مش هتتحاسب له، هو هيتحاسب لنفسه وانت هتتحاسب لنفسك. فبلاش نقطع فروة الناس المسافرة، مالكش دعوة بيه. بدل ما تقول ربنا يعينه، بدل ما تقول ربنا يرجعه بالسلامة الأولاد والبيته، بدل ما تقول ربنا يعينه على اللي هو فيه، تمسكه بقى وتحسب له وتقطع فروته. دينا دين الخير، دينا دين الحب، دينا في النهاية عايز المجتمع كله ايد واحدة، دينا في النهاية عايز كلنا نبقى على قلب رجل واحد. ما توحد الواحد. يلا بسرعة نفكر دايما في مقارنة بين سفر الدنيا وبين سفر الآخرة، لأن سفر الآخرة مفيش منه رجعة. أنا متأكد إن حضرتك باني التربة بتاعتك وباني القبر بتاعك ومجهزه ومحضره، بس كان ينبغي عليك أن تحضر نفسك أنت أولا للقاء الله قبل أن تحضر قبرك وتربتك. حضر نفسك الأول. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. ركز وراجع نفسك دايما، وخد من عظات الدنيا عبرة للآخرة. دي مقارنة بسيطة بين سفر الدنيا وبين سفر الآخرة. عايز أقول لحضرتك مفاجأة قبل ما أختم. عارف إنك وإنت مسافر إنت في صحبة ربنا سبحانه وتعالى، ما توحد الله. والله وإنت مسافر إنت في صحبة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا في صحبتك، ربنا مش هيسيبك. بس دايما خلي سفرك للخير. انت مسافر مش مسافر سفر معصية، مش مسافر عشان تنصب، مش مسافر عشان تسرق، مش مسافر علشان تعصي ربنا وتتعدى حرمات الله. انت مسافر سفر ايه؟ سفر فيه طاعة، سفر فيه حاجة لك ولأبنائك. ساعتها والله أنت في صحبة الملك سبحانه وتعالى، ودعائك تقعقع له أبواب السماء. والله دعوتك وانت مسافر تقعقع لها أبواب السماء. علشان كده ركز دايما وخليك حريص إنك تتعلم من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه العظمة في ديننا، وقد إيه دين شامل شامل كل مناحي الحياة. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء، واجبر بخاطرنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وافتح لنا الأبواب،
وهيئ لنا الأرزاق، واقضي لنا الحاجات، ويسر لنا العثرات. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. اللهم احفظنا وبلادنا من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم أمنا في أوطاننا، وأمنا في بيوتنا، وأمنا في شوارعنا وطرقاتنا، وأمنا في حدودنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا العظمة والسلطان، انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، وكن لهم عونا ونصيرا وسندا ودليلا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، ووحد صفهم، ولم شملهم. يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا العظمة والسلطان، اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فاللهم حولهم إلى أحسن حال. إنك ربي على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، على هذه الكلمة ضمن فقرات هذا اللقاء والذي يحمل عنوان آداب السفر. الحضور الكرام، الإسلام أحاط النفس الإنسانية بسياج من الآداب، فللعقائد آداب، وللعبادات آداب، وللمعاملات آداب. لو تأدب بها الإنسان على وجهها الصحيح أفادته في علاقته بخالقه سبحانه وتعالى، وعلاقته بالمخلوقين من حوله. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نتوجه بالشكر إلى قارئنا الدكتور ماهر الفرماوي، وإلى المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني، وإلى فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين. تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.